لو قلت زي كلام الفل. صح اكيد مظبوط صح، مظبوط، لعيب جامد جدا. بعدين كنا بنتفرج على الكرات الثابته من شويه، حاجه خطيره. دي حاجات انا بدات ان انا اتدرب عليها الفتره الاخيره كل يوم بعد التمرين، بحيث ان انا اعمل فيها تطور كبير جدا، لان طبعا ما فيش اي حاجه بتيجي من غير مجهود. يعني الاسماعيلي انت نورت، يعني حتى في وقت كان الاسماعيلي مظلم كفريق وظروفه صعبه جدا، بس انت نورت في الفرقه والناس كلها اتكلمت عنك. السنة دي بتاخد خطوة جديدة مع سموحة، الخطوة ليه اخترت سموحة وليه سموحة هو كان هدفك وليه الكابتن طارق العاشر بتاعك؟ في البداية طبعا أنا حابب أشكر نادي الإسماعيلي على الفترة اللي قضيتها معاهم فيها، كانوا سنتين اتعلمت فيهم كتير جدا، وصلت لمرحلة نضج في شخصيتي، لأن كان نادي جماهيري وكان في قدامنا مواقف صعبة جدا، وضغط طول الوقت، طول الوقت كان في ستريس علينا، كنا احنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي الفريق التارجت بتاعه ان هو يبقى في الدوري، ودي مكانه ما ينفعش ان النادي الاسماعيلي يكون فيها. الحمد لله انا وزمايلي قدرنا ان احنا نتجاوز الخطوه دي، وعدينا بالاسماعيلي للمنطقه الامنه، وكنا ناويين ان احنا نبني على الحاجه دي، بس الظروف اللي في النادي ما ساعدتناش، فقررت ان انا اختار مكان بصراحه يكون اكثر استابيليتي، عشان خاطر لعيب الكوره دايما بيحتاج لاتموسفير يقدر ان هو يظهر فيه موهبته ويقدر ان هو يساعد فيه النادي. فنادي سموحه هو مش غريب عليا، انا كنت موجود لما كنت راجع من جنت البلجيكي، كنت راجع فتره لون كده 6 شهور، بس برضه حصل لي اصابه، وكان مع كابتن حسام حسن، فحصل لي شويه مشاكل، ما لعبتش غير حوالي 3 4 ماتشات، بعد كده رجعت اوروبا تاني. فالموضوع كان بالنسبه لي هنا اول ما جيت لقيت المعامله من الناس كانت كويسه جدا، والكابتن عمرو اسماعيل وكل الناس اللي موجوده، حبيت ان انا ارجع المكان تاني، لان انا كنت لاقي نفسي في المكان ده.